السلام عليكم، مساء الخير. طيب الزول كان بيتكلم في الحريه وينه؟ طيب بس يجيني قريب عشان نتناقش. طيب واتكلم عن العلمانيه. طيب انا بساله سؤال. طيب انا بساله سؤال، الفرق بين العلمانيه والعلمانيه شنو؟ اول سؤال العلمانيه والعلمانيه شنو؟ السؤال الثاني، انت بتتكلم عن الحريه. طيب انت كسلفي خلاص، الحريه بالنسبه لك شنو؟ الحريه الدينيه دي رايك فيها شنو؟ يعني انك انت تخش الجامع وما في زول بيسالك، زي ما حصل مثلا في نيوزيلندا، الجريمه اللي حصلت انه كل الدول الاوروبيه وغيرها وامريكا يعني قالت انه طلعت يعني بيانات بتقول انه الكلام ده شين، الكلام ده ما صح وده ارهاب. خلاص دي العلمانيه. العلمانيه بتعني شنو؟ ها، اقصاء الدين. طيب اذا اقصاء الدين كل المسلمين ماشيين اوروبا ليه؟ ها، طيب ماشيين اوروبا ليه؟ وفي اوروبا انت ما بتمارس حريتك الدينيه؟ وين المشكله كونك تمارس حريتك الدينيه هناك؟ خلاص. الحاجه الثانيه، اتكلمت عن العلمانيه بمعنى انه والله العلمانيين ديل عملوا حسابكم منهم العلمانيه. هو يا سلفي انت بتغش فينا ولا شنو؟ الدوله دي ما بقت علمانيه، انت وين؟ وانت عندك قاعده اساسيه بتقول الخروج على الحاكم حرام. اها، ما حتطلع علينا، نحن ضامنينك في يدك، لانه انت من زمان بتدعو، لانك انت فقيه سلطان يعني، وليس الا يعني من زمان يعني. هسه محمد بن سلمان ده علماني، رايك فيه شو؟ محمد بن سلمان ده حيجيب لكم بعد شويه الحاجات اللي ما بتحبوها يعني. والسلفيين طبعا طاقاتهم زايده، الحاجات دي حتظبط معاهم ظبطه جيده. طيب انا بالمناسبه خفت، والله خفت اول ما فتحوا الفرصه، انا خفت لانه في نبره كده داعشيه حصلت، انه والله نحن ما بنخاف والموت ده نحن ما خايفين منه والتفاصيل دي. يا فرده، ما قلنا سلميه بالراحه كده، ها؟ ما تخوفنا خلاص يعني. انت ساعات تجي في طلبه والله مواليد 2000 يعني بخافوا والله من الكلام ده، وانت زول كبير، فما تقول انه انا والله يا اخي يا شباب انا والله ما خايفين، وممكن نعمل كده العلمانيين وشويين ديل. انا ما شويه خلاص، لكن انا زول علماني. مونتسكيو ده هو المؤسس الحقيقي لمساله العلمانيه. خلاص، تنظيرك في الاقتصاد شنو؟ انت بتتكلم في الان في اقتصاد مفتوح، في اقتصاد بتاع 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 بورصات مفتوحه، يعني انت عارف حجم التداول الكلي ل ل ل ل ل ل لبورصه نيويورك كم؟ 4 تريليون دولار. هتتعامل مع وزين الاقتصاد ده كيف؟ وفاهمك شنو للدوله، وفاهمك شنو للاقتصاد، وفاهمك شنو لعمليه التعايش السلمي. اذا كان العالم ده كله بقت دول دينيه، اذا فرضنا انه الدول دي جنوب السودان بقت دوله مسيحيه، السودان هنا بقت دوله دينيه اسلاميه، اذا يعني اللي بيحصل شنو؟ بتحصل زي ما حصل في التاريخ، هتحصل حاجه اسمها شنو؟ الحروب الصليبيه، الفتوحات الاسلاميه، وموت وهلم مجره. والعلمانيين عندهم حاجه اسمها نووي، بيضربوكم بولا ما انت عارفوا حاجه. تهزروا ولا شنو؟ النظام العلماني ده هو التوازن الكوني انا بالنسبه لي ذاته، عرفتها؟ وانا زول علماني وبصلي وبصوم، عرفته؟ وما يعني والسلفيين ما بياثروا في عقليتي ذاته، لانه اذا تسمعوا الناس ديل عباره عن هراء، عرفته؟ وديل بيرجعوكم ورا، هو يا زول امشي اقروا، يا زول امشي احفروا، يا زول خشوا المعرفه دي، عرفته؟ خشوا المعرفه دي احفروا المعرفه دي، وتعالوا تفوقوا واكتشفوا، عرفته؟ الدين ده حاجه خاصه بيك انت، ده عرفته؟ تعبد الله، عرفته؟ انا في حاجه واحده بس كان ما في، ما الدين ذات ما بشيله، هل هي شنو؟ يوم اموت، بعد ما اموت خلاص، الموت ده بالنسبه لي هو الحقيقه المطلقه. خلاص، يوم اموت بخش حاجه اسمها شنو؟ القبر. خلاص، يعني انا زول مسلم وانت ما مسلم. خلاص، العلماني ما يعني كفر، هوي يا سلفيين هوي اقروا، ما تناقشوا ساي. طيب ساعد اخش القبر، لقيت الله وفي منكر ونكير والقصه دي، انا بعبد الله. انا الحاجه اللي عملتها كان في الفضاء العام في الدوله، يعني في المؤسسات بتاع الدوله، ما عندها علاقه شنو؟ ما عندها علاقه بعقيدتي انا.
طيب انا ممكن انكر هقول لهم انا مسلم في اللحظه دي خلاص. اذا ما لقيتم انا والزول اللي بيقول ما في كلنا في الهوا سوا يعني المشكله هنا. وشكرا يعني. بس عندي حاجه اخيره يا جماعه. هوي يا جماعه الجماعه ديل قالوا شنو؟ الجماعه ديل قالوا شنو؟ جرائم التنظيمات السياسيه. واتفاجئنا بانه في حاجه اسمها تصفيه وتربيه. انا لا لقيت تصفيه وتربيه، لا لقيت جرائم الاحزاب السياسيه طرحت هنا. الناس ديل معناها شنو؟ الناس ديل يا شباب معناها زمان شنو؟ المدد ما جاء والان المدد جاء. عرفت بيرفعوا بحاجاتهم اللي هنا دي بيكتبوا لك والله الماني داخل شيخ شهاب وما عارف الماني عرفت بعد ذاك بيودوها هناك. القصه هناك طبعا بدعم عرفتها بالشابسي كده زول الشباب ديل بيمتعوهم فهمت. ثاني بيجوكم راجعين اذا الحاجه دي اتقطعت الثاني بتقطعوا ما بيجوا الا السنه الجايه بعد ما تجي. شكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد الإخوة الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أنا دار أمسك الود الداخل العلماني وبيفتخر بكلامه اللي قاله بلسانه، لأنه هو لقى أنه في بعض الطلبة يعني أدوب خشوا الجامعة وأشكال زي دي جديدة عليهم، وهو بيتكلم عن السلمية وكده وقال لو شاكلتوا مع العلمانيين بيضربوكم نووي. أسي ده ما إرهاب؟ خوفتني ذاته. أنا لسه ما بديت، أنا جايك أصبر. ده تناقض ولا ما تناقض؟ ده نمرة واحد أمسك معك. نمرة اثنين دعا إلى الفكر والمعرفة وقال خش امشي اتعلموا كده، مش قال كده اسي بس عشان ما ينط. انا الان داير منك تعريف من كتاب، اديك فرصه زي ما قلت لاخونا ده خليك قريب. انا ذاتي دايرك قريب، ما دار ارقص معك بس دار ازعلك فهمت خلاص. داير اسالك سؤال تعرف لي. قال ما هو الفرق بين العلمانيه والعلمانيه؟ ما قادر يقول صريح انه العلمانيه من العلم الوهم اللي بقت مكشوفه. انا دايرك تعرف لي العلمانيه من مرجع، فرصة مفتوحة لك. تعرف العلمانية بعد ذاك ممكن تمرق، لو عندك تاني زيادة تاني نفتح لك فرصة. بس أول حاجة تعال خش عرف لنا علمانية. أنت ما قلت الناس يتعلموا، أنت ما دارت تتعلم؟ ما قلت الناس يخشوا؟ يبقى يا أخواننا هدي لها العلمانية. خلوه يا أخواننا خلوه. ما ودي أصو ما ممكن علماني. تعال عرف لي من مرجع. يلا يا شباب ركزوا عشان الموضوع ما يضيع. نحن ما دارين نصهر عضلات. لكن هذه العلمانية اصلا لانه ما نجره، هو بيدعو للمعرفه والفكر والى اخر وما جاب حاجه من جيبه، لانه قال انا علماني وافتخر، انا تابع للرسول صلى الله عليه وسلم وافتخر. رايك شنو؟ فهمت يا اخي؟ انت ما عندك حاجه يا اخي الله يهديك. الا كذا خلينا نحن ما دارين نرهبك. قال ارهبتوني الطلبه قاعدين، لو كان ارهبناهم كان فاتوا، لانه الطلبه دي الناس رجال فهمت. عرفتها؟ وهو ذاته اعترف للسلفيين كده، قال انتوا في حاجات نسبة البتاعات ما داري يقولها زادت، الحمد لله نفتخر ان شاء الله تزيد زيادة، فهمت؟ الحمد لله الرجال وكاربين قاشنا والحمد لله، نحمد الله ونسأله المزيد من فضله، بالله ده نغاش؟ مستوى ليك؟ أنا ذاتي لما سمعت لك والله قلت الله يستر، أنا قلت الله يستر، ديل الناس الخطرين والود اللي بيدعو للعلم والمعرفة والانبساغات اطلعت وهمات. عرفت انا ده قال عنده حاجه زي ما قالوا الجماعه اللي قبه طلعت تحتها شنو؟ ما في اي حاجه والله، ما في قبه ذاته. طيب انا امسك كلامه من البدايه، قال انا علماني وافتخر. علماني وتفتخر؟ علمانيه بيفتخروا بيه؟ تعرف العلمانيه دي شنو؟ العلمانيه سكيولر كلمه سكيولر تعني دنيوي او لا ديني. والله الليله شفتها اللي بتفتخر بها دينا دوس لك في الواطه لما تكره. فهمت الحاصل؟ ما من مراجعك، بس مراجعك جيب الليله قاموس بتاع انجليزي عربي بتاع انطوني الياس، مش في واحد زي ده. امشي اقرا عشان ما تقول لي هراء. والله انا قايله مونتوسكي اللي بيتكلم عنه ده عرفته. قال عشان ما تجيب لي الهراء. اسي ده ما هراء، كلام من غير دليل، لا اقدر امسك واعلقه لا اخذته في الشماعة. مرجع وين ومحل وين وبادي من وين ومنتهي من وين؟ انت بتفتخر ساجره ما تقعد في وقت اطلع دي. انت لاقيها جنينه وغفيره ميت ولا جنو، لكن احنا بننجمك. طيب قال
فالعلمانية أخواننا، العلمانية هي ترجمة لكلمة سكيولر، والكلمات المعربة أو المنتقلة من لغة للغة أنت بترجع فيها لمنو؟ لأهل اللغة، صح ولا ما صح؟ لو دار أرجع لفاكهة وأبا برجع لجنو؟ للقرآن وللمفسرين بتاعنا القرآن والعرب وكده. لو دار أرجع لكلمة سيستم بمشي برجع لمنو؟ مش أنا قاصد بتاعة العلمانية ديك إنه القاش بتاع هناي فهمت؟ البتاعة بتكون ناقصة فهمت؟ أنا قاصد شنو؟ النظام يعني كلمة نظام. أو مشيت لكلمة لاتينية بترجع للاتينين. طيب الناس اللي عرفوا العلمانية ذاته، لأنه قال أنا شنو؟ قال أنا علماني وبصلي. يا إنت ما فهم العلمانية يا ما فهم الإسلام، واحد من الاثنين فهمت؟ عشان كده كلامك ده هراء هراء. ما نرجع للعلمانية أخواننا، العلمانية هي شنو؟ هي شنو العلمانية؟ عشان ما تكورك ما تفتخر ساي. أعرف يا أخواننا والله السودان ما بيدخر إلا بالنوعيات دي، دي تبعية، دي تبعية عمياء. تفتخر ساي في حاجة ما عارفة؟ قال أنا بسألكم السؤال بين العلمانية والعالمانية. أول حاجة دي النسبة ذاتها غلط، نسبة ذاتها غلط. لو دار تنسب لعلمي غلط، لو دار تاني تنسب لشنو؟ ما في كلمة علماني كده بالنسب ده كده في قواعد اللغة العربية ما لاقان، عرفتها؟ لو دار تنسب للإنجليزي، هذيل هنا في طلبة قروا بيقروا إنجليزي آداب هنا، الساينس مش ومشتغاته، مش العلم ومشتغاته، ساينس ساينتيزم المذهب العلمي، عرفتها؟ إلى آخر، خلاص دي العلم بيجاي. وأما العلمانية تعني دنيوي، عشان كده هو قال في نهاية كلامه، قال أنا إذا مت ولقيت الله في القبر. طبعا دي ذاتها أنا يعني للآن أنا بحاول أعمل أبديتين للنظام بتاعي عشان إنه أنا أفهم يعني أنت قاصد شنو يعني تلقى الله في القبر. أنت أخواننا معي ولا دي من الحريات وزول ده شارب لي حاجات فهمت الحاصل شنو يا ود الحلال؟ لا يعني أنت كده يا أخواننا زول ده وبقول للناس أمشي يتعلموا، دي الغريبة إن يا عليك الله أنت خشيت الجامعة كيف؟ سؤال بس، تجيت الجامعة دي كيف؟ انت انا خايف يكون ده من الجماعة جابوهم الكيزان زرعوهم، والله يا ما قرأ اي حاجة وبيجي بيقول لنا ادوك قروش، انت خشيت الجامعة كيف؟ لا بتقرأ ولا عندك اي حاجة، معناه شنو؟ معناه دافع له صح؟ عاصر لك. طيب المهم نرد للنقاط لانه ما فيها كلام موضوعي. برضو انا عندي تعليق على الجبال الما منتمي وكويس ذاته. الاحزاب بقت هنا اخوانا تتبرى من الأحزاب بتاعتها، شوف الكلام ده كيف منكورة وأنا جايب لها منكرات هنا عجيبة مرة واحدة. طيب قال فالعلمانية أخواننا هي ترجمة غير أمينة، لأنه شافوا إنه يقول أخواننا ما دارين الدين زي ما حتعرف بعد شيء إن شاء الله، والدين ده ما نافع. لو قالوا عديل الناس ما بيقبلوا منهم، عشان كده حتى الكوادر بتاعين قحط، كوادر قحط لما بيجوا يصرحوا تصريحاتهم دي خلاص السودانيين بيقوا يتكلموا فيهم، زول تلقاه ما بيجي الجامع ذاته يقول لك هو يا قحاتي نحن مرقنا عشان بنكره الكيزان، بغض النظر عن انه ده حلال ولا حرام، لكن ما تهبش لنا الدين، لو هبشت الدين بنركبك بسطونة، صح ولا ما صح؟ الشعب السوداني قال كده، لانه الشعب السوداني شعب متدين، ما راجي منك انت تحاول تغبش عليه والوعي. فدي العلمانيه انها ضد الدين، ودي الكلام اللي قاله الود قبل شويه، وكان داري ضحك الطلبه انه انا لو مت ومشيت القبر وسألوني منكر ونكير، وأصلا الدين علاقة بين العبد وربه وأنا بقدر أجاوب، وإذا أصلا ما في سؤال بتاع منكر ونكير خلاص نحن سوا. وطيب لو في سؤال بتاع منكر ونكير أنت ما خطيت الاحتمالات دي ليه؟ أنت وقت قريت وين احتمالات ما قريت؟ 0 1 0 0 0 1 1 1 0 أنت شغال ببوابة نور ولا شنو؟ فهمت؟ ما تخلينا نخش معاك في محل تاني. طيب قال الحرية الدينية، أنت كسلف رأيك فوق شنو؟ أنا عندي الإنسان عبدي لله، ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلماء بيقولوا ده يسمى أسلوب الحصر والاختصاص، يعني ربنا وده يسمى استثناء مفرغ من أعم أحوالي، طبعا هو بيكون جاري تحديث الرسالة، عرفتها؟ ربنا قال ما خلقت الجن والإنس لعبادة أو أكل أو شراب أو كذا أو كذا، إلا لشنو يا أخوانا؟ إلا للعبادة بس، ربنا خلقنا للعبادة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين ما في حاجة اسمها حرية، ما في أي حرية. أنت الآن بتتكلم عن ناس مونتسكيو وجان جاك روسو ونظرية العقد الاجتماعي، تعرف العقد الاجتماعي ده شنو؟ يعني أنا عندي حريات وده عنده حريات وده عنده حريات،
نقوم من ناحية أدبية أو مجتمعية، أي زول فينا يقوم يتنازل عن جزء من حريته نسميها لناس، مجموعة من الأشخاص نسميهم حكومة. الحكومة دي إذا تنازعنا أنا ماشي لحقي براي، أمشي للحكومة دي، عرفتها؟ أنا إحنا إذا اختلفنا في وطاء ماشي لحقي بضراعي أرجع للزول ده. دي نظرية العقد الاجتماعي يا بتاع مونتسكيو، عرفتها؟ يا بتاع مونتسكيو، خلاص؟ الآن الناس ديل ما بيعترفوا لك بحرية كاملة، ما في حرية كاملة، ما في حزب شيوعي الآن في أمريكا، ما في أنت زول أرثوذكس نصراني عديل بتحكم أمريكا إلا تكون يعني جنس معين. أنت الآن مسلم أو يعني شنو حاجة كده خليط، عرفتها؟ كومباوند مركب، عرفتها؟ أنت الآن أمشي إسرائيل قلنا يا أخوان أنا دار أحكم، يخلوك تحكم؟ إسرائيل دولة دينية ولا علمانية؟ أتحداك. كلمة إسرائيل ذاته، إسرائيل دي معناها شنو؟ معناها نبي الله يعقوب، صح ولا ما صح؟ دي دينية ولا ما دينية؟ تاني يسوي لك شنو؟ فما في حاجة اسمها حرية مطلقة كده، لا لا لا، ما في حاجة اسمها حرية دينية تقول أي حاجة دائرة، لا لا. أنت ربنا قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أنا إلى الآن بتكلم عن الكلام اللي قاله الزول ده، لأنه بيجيك بعد شوية واحد يجي يقول لك أسمع أنت ما تنبز الزول، أنا ما نبس ده كلامه من قبل، فهمت؟ طيب فالحرية نحن عندنا مقيدة بالدين، صح؟ الإنسان في حاجات حر فوقها، يتصرف في ماله، حر في أمور علاقات اجتماعية في غيره، لكن بضوابط الشرع، الضوابط الشرعية في أي باب براه، ده الموضوع كده. طيب قال اتكلمت عن العلمانية والدولة أصبحت علمانية، وانت عندك مبدأ بيقول الخروج على الحاكم حرام، لأنه أنا بتكلم عن مفاهيم وسأظل أتكلم عن العلمانية. وأنا تكلمت عن الإخوان المسلمين، هنا في كتب بتاعت كيزان أخوان مسلمين اشتريناه في زمن الكيزان، وأنا قدامك ده ناظرت الكيزان في النيل الأزرق، جماعة النيل الأزرق، وناظرناهم في الزعيم الأزهري، وناظرناهم في أمدرمان الإسلامية، شعبي وطني وليبيا كلهم بفضل الله، فهمت؟ كلهم ناظرناهم، حتى في ركن في الأزهري لما طلعوا لنا سكاكين عديل الكيزان، عرفتها؟ ودوا وطبنجات وشغلك بدري قبل الفاتة دي، بدري زمان بدري، عرفتها؟ فما تجي تتاجر وتجي تتكلم. ونحن أصلا في ذلك الإمام أحمد رحمه الله ضربوا الحاكم في زمنه على أساس أنه يتبع فتنة الجهمية ويقول القرآن مخلوق، فكان الإمام أحمد ما بيتكلم عن الحاكم لكن بيتكلم عن شنو؟ عن العقيدة الباطلة بتاعت الجهمية. فنحن الآن ما تكلمنا عن الحكام، والآن بنقول الحكومة القاعدة الآن دي ما بيجوز الخروج عليها، عرفتها؟ ديننا ما غيرناه، الدين ما بنغيره، عرفتها؟ ومش عشان هو ناس أو واحد يجي يتندر بينا أو يجي يضحك، لأنه ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتها؟ وأفتخر، فهمت الحاصل؟ إذا كان الشيوعين بيقولوا والله نحن مع الطيور مع الدبرك، نحن بنقول والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ والله أي حاجة قال الرسول دي نقوله ونقوله لما تبلعنا الوطن، فهمت الحاصل؟ ما 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 تجي تعمل فوقه إنه تجي دار تضحك الناس، تجي تخش محترم بيرد عليك محترم، تجي تعمل فوقه فهوم ابن ناجوراب بنجيهك من قاعدك في علبتك. طيب قال السلفيين عندهم حاجات زايدة وما زايدة، طبعا الموضوع ده يا أخواننا ما بنقدر نخش فوق ولا جنو، صح؟ لأنه بيجيب له خارجيات كبيرة ودليب، وأنا ما أعرف النازل من بعد العشاء بيفكوا البلف ولا جنو، والله إذا أظن وطاته ذاته غرقت. طيب طبعا أنا ما بخش في حاجات زي دي يا أخوانا، نحن ما مستوى زي دي، يعني عرفتها؟ ده دوري بتاع رابطة وجماعة بتحت، نحن بنلعب في الدوري الممتاز، فهمت؟ تمشي جيب لنا ناس البوشي وجيب لنا الجواكيم الكبار اللي ما في الحكومة، جيبهم لنا هنا، فهمت؟ جيب التقيل. تاني قال أنا زول علماني بمعنى الكلمة، قال سبحان الله، قال أنا علماني بمعنى الكلمة، ودخلنا عشان يورينا معنى الكلمة شنو ما عرفه. أنت بتفتخر ساعة ود الحلال، ما تفتخر ساعة يا أخي الله يهديك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر وكده، تواضع، من تواضع لله رفعه. طيب قال أنت كزول مسلم الدولة الحديثة علمانية، شوف أنا ما بغتر بالحضارات وانبهر بها، عرفتها؟ أنا دي كلها بجيبة بعرضة على الكتاب والسنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده بالنسبة لي مقياس وميزان، ما وافقوا
فوق راسي وما خالفوا اشوته ومش بالجزمه اشوته باي حاجه. فهمت ليه؟ لانه نحن عندنا ربنا عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالدولة الحديثة باطلة ونجرت ناس ذاتها، هنا جرت ناس. أنا لو بقيت على دولة حديثة بعمل لي واحدة جديدة أكثر من الحديثة، فهمت؟ بمراحل أجي أنجر فيها براي ماركس ده مش زول، أنا ذاتي بجي بنجر، مش دستور ما بجي أقول السودان ده دارين نحكمه بي 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 بالكجور نجر بس البغالي اتنين منه ما دي حريه مش حريه؟ انت مش قلت حريه؟ دار تغير حريتي؟ انا شايف كده. واحد ثاني دار يجي يعملوا بالنجوم واحد 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 وفي النهايه الناس بتتخبط. ربنا الخلق البشر قال بيصلحهم الدين والقران والسنه. مهما عملت من منهج ومهما عملت من احزاب وجماعات ما حتقدم حاجه. وهذا مش هو قال هو دوله؟ وللأسف الشديد هم قطع معانا في الهوى سوا، عرفت؟ ما لقى أي حاجة. زي ما قال الشاعر، أنا ما قصده طبعا، ده الشاعر، شيل فراركم شيل الشاعر، قال ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. والله جد، أنت قاعد معانا في البلد دي ما تزالنا من بعدين أزال ده ماله حاسد، بتجينا قروش وريالات وباسطة من السعودية، أنت مالك؟ حاسدنا ليه يعني؟ ها؟ المثل الصيني بيقول لك حشش واتقي الله، في شنو يعني؟ يا ما تملانا هوس يا اخوانا، زول يجيب له كلام يتفهم كلام كده الناس يستفيدوا منه. طيب قال نتعامل مع الاقتصاد كيف؟ اي حاجه، شوف اي حاجه، اي حاجه الان لاقتك نحن بنعرضها على قواعد الشرع، القواعد الشرعيه، كويس؟ جات بورصه مثلا، جات بنوك، جات ودائع سموها استثمارية أو غير استثمارية، جات حاجات كثيرة. أنا بجي بعرضها، التعامل في البورصة دي فيه تعامل كيف؟ فيه ربا، فيه قرض وزيادات، فيه زيادة الإنسان ما عنده فيها كسب، فيها إضرار بالمجتمع، فيها تحريم، فيها كده فيها كده. بعد ذاك بعملها بالشرع، بجي بقول شنو؟ بجي بقول حلال أو حرام. لكن أنا ما بجي دي اسمها ودائع استثمارية لأنه الواو دي قاعدة قدام حرام. ده منو قال كده؟ حصل في واحد سلفي قال لك كده؟ فما تقعد تتكلم ساكت يا اخي، جيب لك كلام موضوعي. طيب قال الموت هو الحقيقه المطلقه، يعني اخركم تراب. طبعا دي الفاظ يعني شنو؟ بيحاول يغش بها الشباب الجداد، وفي النهايه الشباب ده اللي بيخشوا وبيقروا ان شاء الله، وصيتك دي ان شاء الله بيعملوا بها وبيعرفوك ما عندك موضوع، صح انت وصيتهم لكن ما بقيت على الوصي، عرفتها؟ ذاك مش قال الوصي، المهم كذا خلينا في الموضوع، عرفتها؟ فكلامك ده، كلامك اللي بتقول فوقه ده كلام باطل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، في الآية الآخرة عند ربكم شنو؟ تختصمون. وربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عشان كده المسلم يا اخواننا بيؤمن انه الله حكيم، ما بيعمل الاشياء عبث ولا يخلق الاشياء عبث سبحانه وتعالى. طيب لما يخلق الخلق ويخلوهم زي ما دايرين غنم الله في ارض الله، عرفتها؟ وبعد ذاك يكون نهايتهم كم تراب وما يحاسبهم، ده حكمه؟ ده ما حكمه. بعدين الزول ده بفقه ده نفسه يمكن يكون قريب للفقه الكيزاني، وده بيدي دافع لزول الكوز او الفي والفهم المتكوزن، عرفتها؟ من العلمانيين انه ياكل. لان يا اخواننا انا هنا بتكلم لكم عن الحريه والنضال والمساواه وباكل قروشكم، ولو طقيتوني اخرها شنو؟ كوم تراب، يعني حقك ماله راح. شفتوا الود ده بيوصلكم وين؟ طيب يا ده انت بتقول لك كلام والله انت ما عارف نهايته شنو، عرفتها؟ فالحقيقه المطلقه الموت حقيقه، لكن النهايه ما الموت، النهاية ما الموت، النهاية لما بعد الموت، تعمل لما بعد الموت، عرفتها؟ طيب قال ديل هراء امشوا اقروا، خشوا المعرفة. قال انت قال المعرفة دي بنطلون ولا شنو؟ قال خشوا المعرفة. طيب قال ما لقيت جرائم احزاب. قال جرائم الاحزاب كذا، جيب البتاع ده، جيب الكيس، والليلة اكرمناهم جبناهم في كيس، عرفتها؟ ده كتاب واحد بس
مرقناه من النت اسمه مهمات اتحادات الشبيبة الشيوعية لفلاديمير لينين، وكلمة ألقاها لينين قدام شنو؟ الطلبة الشيوعين، الطلبة الشيوعين. هنا بقول شنو؟ ده لينين شان تقول لي أنا ما شفت جرائم للأحزاب، قال كاتبين جريمة الأحزاب ما شفنا أي حاجة. جريمة دي نكرة مضافة أو مفرد مضاف تدل على شنو؟ تدل على العموم، عرفت معناها جرائم كثيرة. المهم ده موضوع بتاع لغة عربية، لو داير فيه برضو نقاش حبابك مليار. طيب هنا بيتكلم، جزاك الله خير، هنا بيتكلم في الصفحة 11 وبتلقاه في النت، أنا نزلته من النت زي ما قال لك، زي ما قلت أنت، خش المعرفة، المعرفة بين قوسين النت مثلا، يعني كأداة، يعني كأداة من أدوات المعرفة. طيب فهنا لينين بيتكلم عن الدين وقال داري يوصل لنا إنه العلمانية ما عندها يعني ما عندها عدالة الدين. نجي نوريك ديل العلمانين، ديل العلمانين النجروا. إنت لو حاجتك الجديدة دي النجرتها هسي قبل شوية في الركن حارة أحرى من العيش الأيام دي، فهمت؟ لو حاجتك دي ما يا هدي سمي أي اسم تاني، أنت ذاته خلي عندك يعني أفق معرفي وأنجر لك مصطلح جديد. طيب قال ولكن هل ثمت أخلاق شيوعية؟ قال أجل بكل تأكيد. دليلين دليلين ده من ده السكرتير العام للحزب الشيوعي، قال أجل بكل تأكيد غالبا ما يزعم أن ليس لدينا أخلاق خاصة بنا، وفي معظم الأحيان تتهمنا البرجوازية. برجوازية ده يعني الناس المقرشين، شما يغشك الواحد يكون عنده أزمة بتاعت مصطلحات، العلماني ما بيجي جدة، عرفته؟ still now نحن بنفتكر إنه ما يجد عليك جدعتين يعمل فوقها فاهم حاجة، ما فاهم أي حاجة، عرفته؟ قال تتهمنا البرجوازية، لأنه يا أخواننا الشيوعيين أصلا المنهج بتاعهم غايم على معاداة الدين وعلى حرب الناس الأغنياء، طبعا ما بيؤمنوا بالدين، إنه أنت بقيت مقرش عشان كده أنا ما عارف الزول ده شكله بيحضر للشيوعيين ولا شنو، اتهمنا إنه بنستلم روايات أو ريالات وحاسدنا فوق، عرفته؟ أنت ما تبقى إنسان يعني 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 مستقيم شوية وكده وتخلي العلمانيين ديل إن شاء الله بندفع عليك من باب المؤلف وقلوبه، فهمت الحاصل؟ طيب قال تتهمنا البرجوازية بأننا نحن شيوعيون ننكر الأخلاق، قال وتلك طريقة لتشويه الأفكار لذر الرماد في عيون العمال الفلاحين. شوفوا كلامه اللي بيفتخر به وما عنده له كتاب، وأنا كلامي البرد عليه فيه من كتبه الكتب العلمانية. طيب قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. دي العلمانية، دي جريمة ولا ما جريمة؟ دي جريمة ولا ما جريمة؟ عرفتها؟ دي جريمة ولا ما جريمة؟ أقعد تحت لسه تقول لي جاي ورا، أنت ما قلت ما شفت جريمة، ما قال ما شاف جريمة، صح ولا ما صح؟ أنت بتستحضر ليه؟ لكن الرغية دي ما خطر شديد، عرفتها؟ زي ما قال داك، قال دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية، الليلة بتتكلم هندي وأردو وجوشتو وروسي وكله إن شاء الله، فهمت؟ ده كتابك. الآن خش النت أكتب كتاب مهمات اتحادات الشبيبة الشيوعية فلاديمير لينين محاضرة ألقاها لينين. تاني نعمل لهم شنو يا أخوان؟ خش المعرفة، فهمت؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، في كلام كثير لكن أنا بس دار أختصر الزمن، لأنه في ناس وأي واحد بيجي يخش هنا ما دار يمرق، أنتم مش بتؤمنوا بالرأي والرأي الآخر والتعددية، ما تخلوا ناس غيركم يخشوا، عرفتها؟ طيب لقى الأداة بتاعت المعرفة دي وما دار يفكها. طيب في جريدة تاني، الكيزان برضو جاي إنكم ما تفرح. طيب هنا قال ده المهدي، جريدة الصيحة، احنا خشينا المعرفة، جرائد خشينا، يوتيوب خشينا، طباعة خشينا، كتب حقتكم اشترينا، غاموس بتاع ميكي جيب برضو اللي اسمه شنو داك خشينا، تاني نخش وين نحن؟ عرفتها؟ زي ما قالوا الجماعة اللي ما دي عندهم وهم، بقول لك بندخلك في فتيل، مش اصبر بس. طيب قال المهدي
المهدي قال ده الصادق المهدي، دي جريدة الصيحة، رئيس مجلس الإدارة الطيب مصطفى الكوز العنصري عرفته، وقال لك السبت 30 ربيع الثاني 1438 الموافق 28 يناير 2017 12 صفحة العدد 865 يومية سياسية شاملة تصدر عن شركة شنو ما عارف بوبيان ولا شنو التنمية المحدودة، العدد 865 4 جنيهات. تاني نوسيغ لك زيادة أكثر من كده؟ طيب قال تجربة النبوة صاحبتها أخطاء في الحكم، ده الصادق المهدي. نحن بندعو من هنا قوى الحرية والتغيير، حزب الأمة، هيا شؤون الأنصار، كل من يشجع الصادق المهدي كلهم أنا بدعوهم يفتحوا فوقي، أنا براي بس بلاغ، أتحداكم أتحداكم صادق المهدي زول مجرم وضال ومنحرف، عرفتها؟ أتحداكم تفتحوا بلاغ، عرفتها؟ أمشي أفتحوا هنا ما عارفين أوريكم وين المعلوماتية بيجاي في بحري بشدة، ما يفتحوا فينا بلاغات تم نحفظنا محلين ذاته، عرفتها؟ هنا أمشي جم جم جامعة الزعيم الأزهري غربي منها طوالي تقريبا بتلقى نيابة المعلوماتية، خليه يقولوا أنا كذبت عليه، ده ما كلام. في جريمة أكبر من دي يا شباب؟ قال أنا ما شفتها، ها؟ وقال وقد قال وحبك الشيء يعمي وشنو ويصم، عرفته؟ فيها أبيات شعر وحكم وأمثال، أنا ما دار أطول بال مغال. طيب تاني قال حاجة، ها؟ طيب المسلمين ليه بيمشوا يسافروا لأوروبا ولغيره؟ التعلم يا أخواننا، الزول اللي بيمشي لأمريكا أو بيمشي لغيره بشروط ذكرها العلماء، جزاك الله خير ذاته كونك فتحت لنا باب زي ده ما كويس عشان الناس دي تفهم، كون الناس يمشوا برا الدول الإسلامية يمشوا للدول العلمانية يمشوا يقروا أو يتعلموا، العلماء وضعوا لها شروط. من هذه الشروط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، ده ما كلامنا يا أخوان، ده كلام منه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولا يبيت المسلم والمشرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتراءى نارهما، عرفته؟ فما بيجوز لك تمشي هناك إلا إذا كان عندك حاجة ضرورية أو علم بيحتاج له شنو المسلمين، لأنه الليلة بيجيك واحد يقول لك أنا ماشي أمريكا عشان أمشي أتعلم اللغة العربية، يا زول أهاسي دي ضرورة؟ كويس. فنحن ما بندعو إنسان يمشي بهناك إلا بالشروط دي. العلماء قالوا ومعاها إنه الإنسان يكون عنده دين يمنع من الشهوات وعلم يمنع من الشبهات، عشان ما يجينا يقول أنا علماني وافتخر، عرفتها؟ لابد يكون عندك علم ترد به الشبهات. يا أخي نحن دارين إنك تمشي هناك بدل تقول أنا علماني وافتخر تقول لهم أنا مسلم وافتخر، تكون أنت فيك الصدق فيك الأمانة، عرفتها؟ فيك المشي العديل، ما بتعرف اللولة وتمش عديل، عرفتها؟ لكن أنتوا ذاتكم عجيبين ذاته، فهمتها؟ فنحن ذاتنا ما قاعدين ندعو الناس يمشوا هناك أو يهاجروا، نحن دارين المسلمين دي يجوا راجعين ويعمروا بلدهم دي ذات ويشتغلوا فيها ويكفوا أنفسهم ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ربنا بيرزقهم. بعدين الرزق ما هناك، ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو يا أخوانا بركات من السماء والأرض، لكن ما دام قاعدين زي العلمانيين والشيوعيين ربنا ما بقدمنا، والله ما بقدمنا أبدا. نحن المسلمين لابد نرجع لديننا عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعنا. أنا عندي كلام كثير خاتيه هنا لكن نخليه للنقاش، فرصة مفتوحة للمداخلات. قال محمد ابن سلمان قال علماني، عرفته؟ نحن أول حاجة ما تابعين لمحمد ابن سلمان، لأنه الدعوة السلفية فهمها، الدعوة السلفية قرآن وسنة بفهم منه بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده نحن ما بزول بمثل ولا أنا بمثل الدين، كده خليك من محمد ابن سلمان، أنا اللي بتكلم ده ما بمثل الدين، أنا الليلة لو جيت قلت معلومة غلط أخواننا ديل كلهم بيغوموني، عرفتها؟ ولو أصريت على الباطل بشوتوني لحقوني بغادي لذاك، فهمت الحاصل؟ فنحن ما تابعين لزول، عرفتها؟ ولا في أفعال زول نحن بتلزمنا أبدا، نحن بيلزمنا القرآن والسنة. وبفضل الله نحن يرى إمام الحرم ده زول بيمثل واجهة دينية في العالم الإسلامي كله، جاءك المعصوفية
مع الصوفية جاية هنا لك جيها عرفتها ربنا يتقبل بس فهمتها. فالشغلة دي ما نحن ما قاعدين ناخذ منهم عرفتها توصيات أو بناخذ منهم تعليمات. نحن تعليماتنا قاعدة في القرآن والسنة عرفتها الكلام ده. وكلام أي عالم من العلماء خالف الكتاب والسنة نحن ده ما بمثلنا. زي ما قال الشاعر قال قال أبو حنيفة الإمام انت قالنا أنا أتابع زول وأفتخر. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال لهم لا تكتبوا. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك يعني الدليل فاطلبوا. فهذه مقالة الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة وإن فيها قمعا لكل ذي تعصب والصادقون يقتدون بالنبي أو كما قال الشاعر عرفتها. فنحن في كلامنا بنرجع للقرآن والسنة. عشان كده الإمام مالك ذاته قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه عرفتها. فنحن ما بيمثلنا شخص عرفتها ما بتمثلنا آراء شخص ما لم نعرض على جنوب على الكتاب والسنة. الفرصة مفتوحة للمداخلات.